لما خلصتش الكرة غيجريو عليا، هو حاكم عليا مول الضرب الافراغ. كنقول انا ديما مغربيه، بعد المرات ما كناكلش انا خصني غنوكل غير ولدي، فهمتيني؟ ديك الولد ولدت وما عرفتش منين، من تما طلبت الله صافي، بقيت نخرج حتى شي حاجه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده وقصه جديده من برنامج حكايتي. بطلتنا لليوم سيده الجنسيه جزائريه والروح مغربيه، ليلى، اللي عاشت ظروف عائليه قاسيه في الجزائر خلتها تقرر باش تكمل حياتها هنا بالدار البيضاء. الظروف كانت قاسيه ورمت ليلى للعمل بالليل وولدت طفلها الوحيد بدون اب. اليوم ليلى بدموع القهرة والتوبة كتناشد جميع المغاربة يوقفوا معاها ويعاونوها في ظروف القاسية، خصوصا وأن الفلوس تسالى والصحة مشات. لنتابع. سويدي ليلى زيدة 75، أصلي جزائري. ما كنقولش أصلي جزائري، أصلي مغربي، واخا عندي ورق جزائريين ورقي، كنقول أنا ديما مغربية. ظروف عائلية، كانت وفاة الوالدة، كنت عشت مع مرت البو، عشت مع مرت با، وعشت مع رجل الأم. كان عندي واحد رجل أمي ديما كيجي سكران، ديما كيبقى يضرب أمي وداك الشي، وكتشوفي مناظر اللي ما كتستحمليش، باش تعيشي هذيك المناظر ديالك. مرات رجل أمي اللي بغى يتعدى عليا جنسيا، وديك الظروف اللي خلاتني خويت بلادنا وجيت هنا. اختاريت المغرب خاطر عرفت بلاد المغرب ديال السلم وديال الامان وديال المحنه، هادشي علاش اختاريت المغرب. فاش جيت المغرب ما كنعرف حتى واحد، كنت كنخرج اول ما جيت نزلت في واحد الاوطيل، ديك الساعه كنخرج كندور شي حاجه لا شي، كيغرب عليا الحال، كنبدا نبكي، ما كنعرف حتى واحد. وبشويه بشويه وليت كنعرف الناس، صافي خرجت للطريق اللي ما يصلح ما والو، بقيت في هذاك الطريق عايشة فيه، عشت في هذاك الطريق حتى تقريبا درت شي 38 عام. ولا كتب عليا مكتوب ولدت واحد ولدت ولد، دابا عنده 4 سنين، داخل في 5 سنين، نهار 18 في شهر 5 يدير 5 سنين. ديك الولد ولدت وما عرفتش منين، من تما طلبت الله صافي، بقيت نخرج حتى شي حاجه. بعد فاش ولدت هاد الولد، كنت كنعرف واحد السيده، باقي ما كان عنديش ولدي، كانت عندها قهوه وخدامه، كنت خدمت عندها بارمات وخدمت معاها، غمرت معاها في الخدمه وداك الشيء. وقيت فاش حملت ولدت ولدي ما بقيتش عندي بها اتصال. واحد النهار انا باركه وهي تصوني عليا، عنده ولدي ديك الساعه شي عام ونص، صونت عليا في التليفون، الو كي دايره لاباس؟ قلت لها لاباس. قالت لي اش كديري؟ قلت لها باركه. وتقولي اجي تخدمي عندي؟ قلت لها واخا. بقيت مده ما مشيتش عندها ديك الساعه، بقيت تقريبا شي شهر باش مشيت، اتصلت بها مشيت عندها وليت خدامه عندها، كنخدم عندها في الدار في الديور، عندها الديور هي كتكري، خدامه عندها، دايره ليا 10000 ريال في السيمانه. بقيت خدامه معاها، خدامه تقريبا ضربت معاها شي عام ونص. واحد النهار كانت هي ريشيرشي وجاو طلعوا عليها، دخلوا، مشيت في بلاصتها، دوزت واحد 3 شهور ديال الحبس، دوزتها على قبلها. خليت ولدي، خليته عند واحد السيدة شادها ليا، ومن تما فاش قبل فاش تشديت في الحبس صافي ما بقاش كيتخلص ليا الكرا. ومن داك الاوان، من نهار 17 في شهر 1 2015 تشديت، من داك الوقت جمعت عليا فلوس الكرا، جمعت عليا من هذاك الوقت حتى لدابا، حتى 2018 وهي مجموعة عليا 14000 ريال ديال الشهر ديال الكرا. صافي ملي دخلت الحبس صافي تبدلات حياتي، ما بقيتش كما كنت، صافي وليت حالة لا حالة لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. والفضل كيرجع، كنصبر على قبل ولدي، هو اللي كيخليني كنصبر. بعض المرات كنقول ندير بزاف د الحوايج، نطاح وني كنشوف عندي ولد، هذاك الولد ما عنديش لمن نخليه، لا حنين لا كريم، ما عنده لا ام لا جد لا خاله لا عمه لا اب لا حتى واحد سوى الله سبحانه وتعالى. انا ملي ولدت ولدي صافي شديت واحد القرار بلي ما بقيتش كنفسد، حلفت ما عمري ندخل على ولدي، واخا خدمت في الحرام، خدمت بدراعي، ماشي خدمت زعما كنفسد ولا شي حاجه.
من هذاك الوقت حلفت على ولدي ما ندخلش عليه الحرم، وخا دخلت عليه الحرم ما غنش عليا بخير ولا خير. الحالة كتوريك. النهار اللي جيت في 94، جيت نهار 18 شهر 8 94، ما عمري عندي اتصال دابا عندي 24 عام، ما عمري كان عندي اتصال بوالدي. لا لقيت غير واحد السيده دابا هي اللي معاوناني، كتوكلني وكتشربني، كتقسم معايا اللي قسم الله. واخا تكون عندها 100 درهم كتجيب 50 درهم، كديرش على وجهي انا، كدير على وجه ولدي. كيتسني حتى مول الضو، كيسني علاش قطعوا لي الضو، كيسني الضو. وانا تبعت حوايجي، كانت عندي ثلاجه بعتها، بعت كان عندي شويه ديال الماعن، بعد بعت كلشي، بعته غير باش كناكل انا وولدي، ماشي على قبل باش نخلص الكرا ولا شي حاجه، باش نكون انا وولدي ناكل. بعد المرات ما كناكلش انا، خصني غنوكل غير ولدي، فهمتيني. والحاله كتوريك قضيه الوراق ديال ولدي. فاش زاد ولدي مشيت قيدته في المقاطعه، عطوني واحد الورقه، الورقه دابا كاينه نشوف شحال من واحد كنت دي باش ديته قيدته. جاب الله من المدرسه، السيده في المدرسه كتعرفني هنا في الدرب، قيدته لي عادي. دابا خصني نوقف على الورق ديالو، داري لي جنسيه جزائريه، وانا ما بغيتش هذيك الجنسيه الجزائريه يكتبوها لي، بغيتو جنسيه مغربيه، ما عنده ما يدير بجنسيه انا عايشه مع خوتي المغاربه، ما عايشه مع الجزائريين. بغيت الناس يعاونوني وما يديروش على وجهي انا، يعاونوا غير ولدي ما يعاونونيش انا، يعاونوني يشوفوا حالي ويشوفوا من حال المحل اللي عايشه فيه. لما خلصت الكرا غيجريو عليا، حاكم عليا مول الضرب الافراغ. بعض المرات كنكون ناعسه هنا بالصباح ولا شي حاجه، كيدق عليا الباب، كنتخلع كنقول ربما غيجيو يلوحوا لي حوايجي، وخا ما عنديش حوايج غيجيو يلوحوني غير انا ولدي للزنقه وصافي. ماشي انا غنتشرد، انا اللي كبرت ما بقى لي والو، ماشي مشكل. غيتشرد هاد الدري عنده 4 سنين ونص، داخل في 5 سنين، ولدي كيعرف اي حاجه كيعرفها. هاد السيده دابا كنعرفها مده 5 سنين، الله يعمرها دار، يعني ما شفت منها على الخير. الوقت اللي كانت يعني بخير، وهذا كانت خدامه وبخير، يعني ما خاصها شي حاجه الحمد لله. المهم كانت عايشه، من بعد مني وقع المشكل وتشدات وهذا، يعني الحاله مشات، ما بقاتش هذيك السيده ليلى اللي كنعرفو. ولكن أي انا كندير هذا الشيء على قبل هاد الدري، واي واحد غيدير شي حاجه على قبل هاد الدري، لان هي كما كتقول، كتقول كل ما كان شوك وراني قتلت راسي شحال هادي، كوراني ما تشوف فعلا ديرها. انا الدري نكسيه كنوكلو هذا على علاقه جهدي، حيت انا عندي مسؤوليه، عندي الدار، عندي بزاف د الحوايج كنخلص. دابا حاليا راه باركين عندي من نهار بعت هادشي وانا عندي، ولكن شحال قد الانسان يبقى هازك. وبالنسبه للافراغ دويت مع مون الدار وقلت ليه حاول نساعده ونشوفه منين هكا، والمحسنين والناس. قال لك لا انا غننفذ عليها انا، يلاه عيط ليه غير الجمعه. دوات معاه هي ودوزاتو ليا، قلت لي شوف اسيدي الا كان شي مساعده الخير نتفاهموا، راه ما عندك فين غتشرد هاد السيده. قال لي انا كنسال عامين، كيتسالى 2 مليون، وقال لك تخلصوا لي 2 مليون وتخلصوا لي المحامي وتخلصوا لي الصندوق. ملي قلنا لي منين غيجي هذا المبلغ كامل، بغيتي دير تقسيط منين غتجيب هذا المبلغ؟ قال لك ما يمكنش، انا نهار اثنين غننفذ عليها، لا الاثنين اللي جاي ان شاء الله. قال لك غننفذ عليها صافي تخرج. انا كنطلب الله هو الاول، وكنطلب من خوتي المسلمين وخوتي المغاربه يعاونوني ويشوفوا من حالي، ما يشوفوش من حالي انا ويشوفوا من حال ولدي. وكنطلب سيدنا يعاونني هاد الشيء، علاش واخا انا ماشي، واخا جنسيه جزائريه، وانا ديما كنقول راسي مغربيه، وعاش سيدنا ما يشوفش من حالي، يشوف غير من حال ولدي. وكنطلب خوتي المغاربه يعاونوني، هاد الشيء اللي كنطلب، ونطلب من الله سبحانه وتعالى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.